يا ريت النهارده بقى تعملي لي مكرونه فرن، بس يا ريت وانت بتعملي المكرونه الفرن دي تخلي البشاميل يبقى جامد، ما يبقاش سايز كده. ها عادل لو سمحت ما تتدخلش في اسلوبي لعمل المكرونه البشاميل كبشاميل يعني. لا انا ما بدخ... ايه ده؟ ايه ده ايه ده؟ انت قلبتيني النهارده وانا نايم ولا ايه؟ على فكره بقى اسلوب الخنصره والضرب ده مش من اساليبي المفضله في تنفيض جيوبك. بقول لك ايه، ما تلوعنيش، انا كان في جيبي شويه الفلوس دول وكان معايا 10 جنيه وخمسه وخمسه. على فكره بقى الكلام ده خطير جدا ويحمل في طياته اتهام غير مباشر. لا انت فاهمه غلط، ده اتهام مباشر يا ماما مش اتهام غير مباشر. 5 جنيه لعلمك اللي ضاعت مني انا حافظ ارقامها. يعني ايه؟ يعني ممكن اطلبها دلوقتي ترن في جيبك. مش فاهماني، هي 5 جنيه معدنيه ولا ايه؟ اه عادي جدا، مش عملوا بجنيه معدن اهو، اتفضلي ده جنيه ده جنيه، يا عيني يا جنيه. ممكن يعملوا 5 جنيه عادي جدا. طب مثلا، طب ما يمكن تكون صرفتها وانت ناسي، او يمكن تكون صرفتها في الخير ومش عايز تقول عشان ثوابك ما يروحش. يا سلام، يعني اعمل خير عشان ثواب واضيع الخير ده عشان اتهم حد بالسرقه؟ ما هو كده الثواب هيضيع يا ماما. يا حبيبي المثل الفارسي بيقول ان سرقت اسرق جمل وان عشقت عشق قمر. ما تثبتنيش، انا عارف ان انا قمر عادي يعني، بس قمر من النوع اللي ما بيتسرقش. على فكره بقى الواضح ان فقدانك الخمسة جنيه ده افقدك توازنك وخلاك تنسى الفرق ما بين صديقك وعدوك، زوجتك وبقيه افراد اسرتك. قصدك ايه؟ لما انا بعوز حاجه مش انت بتجيبها لي؟ اه. اذا ما هو الدافع للسرقه؟ صراحه يعني مفيش دافع. خلاص شوف بقى مين اللي عنده الدوافع. انا عارف انت بتلمحي لمين، بس ما اقدرش اوجههم يعني عشان ممكن اتاذي. عادل يا حبيبي اذا اردت الحقيقه فلتتحمل نيران الحريقه. لا ما دام هتوصل لنيران وحقيقه وكده، لا 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 بلاش خالص. انا متهيألي يعني الخمسة جنيه مش مبلغ ضخم الواحد يزعل عليه. الله، دي تاني 5 جنيه تنقص النهارده، وبعدين بقى الفلوس دي بتروح فين؟ دولة هات جنيه افطر بيه كشري دولة بسرعة. يا لما انت فطرت مرتين قبل كده هتفطر كشري 3 مرات؟ ايوه دولة انا جعان، يا دولة هات جنيه بقى بسرعة دولة. وبعدين كشري ايه اللي بجنيه؟ مش علبة الكشري بجنيه ونص؟ هي دولة لا، ما انا بديله العلبة البلاستيك من عندي وكشري عليه بسرعة. اه يعني بتديله الفارخ؟ لا 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 بلاش كلام فارخ، انا مش هديك حاجة. هي دولة اخر جنيه هطلبه منك النهاردة، دولة اخر جنيه بسرعة. ولا انت شكلك مش طبيعي النهاردة ليه؟ هات جنيه دولة وابقى طبيعي بسرعة. طيب انا هجيب اكل لنفسي يا رمزي، ممكن تاكل معايا؟ لا انا عايز جنيه دول، عايز بسرعه بسرعه. لا لا انت هتضربني برقبة التمثال ولا ايه؟ خد ادي الجنيه اهو. الله الواد ده ماله؟ ايه اللي جراله؟ ايه غير له حاله؟ صعب عليا، اسهر ليالي. لا انا لازم اتاكد الواد ده بيروح فين، وكده بالتنكر ده عشان هو غبي اكيد مش هيعرفني. وانا جهاز 4، وقتك خلص، تايمز اوفر. ربع ساعة بس يا معلم. مدبولي مدبولي هارد ما يعرفش ابوه. هتطلع الفلوس هنعنشك، ما معكش فلوس هكروشك. قوم ياه. هجيب لك الفلوس بالليل. انا بطلت شغل الليل، قوم يلا روح ياه. انا كده مش هجيلك تاني. عنك ما جيت. سلام يا بيبو، ازيكم يا رجالة؟ معلم مدبولي عايز ايه يا زفت؟ ادي الجنيه اهو يا عم، اروح العب بقى؟ حبيبي يا رمزي. بس انت شكلك خاسس كده يا معلم هارد يعني. ايوه نازل 4 جيجا في يومين. خش يا رمزي، احسن جهاز عندي نمره 4. شكرا يا معلم. مدبولي هارد يتمنى لك جيما ممتعا والعابا مسليه. تيت. ايه اللي اخرك كده يا رمزي؟ كنا نبدا من غيرك. لا يا عم ده انا عقبال ما سلكت الجنيه. يلا بقى نبتدي. ها اوعى تموتني. ها انا وانت نتحالف ضد مودي علشان هو اتحالف هو وميدو ضدنا امبارح. مودي معانا النهارده بس هو مش قايل لميدو. يا راجل طب بقى نسلف لبعض بقى ارواح وصحه وذخيره. السلام عليكم. اهلا اهلا باشا. وانتوا عندكم ايه؟ كله موجود وحسب المود. اه يعني انا اصلي قديم يعني، انا من وقت الاتاري. اتاري؟ شكلك بالداري. امورني يا باشا، كله موجود، حركات، ايميلات، منتديات، سيديهات، كله. فانيلات، شرابات، عندكم سندوتشات؟ عندنا مشروبات، حد الهات؟ انت كده هتدخلني في متاهات، انا هقعد بنفسي على الجهازات. طبعا الكبير كبير، خش يا باشا على جهاز 6 هيوديك في اي حته. دي الحلاوه دي، عامل لي فيها شعر الكتروني، جهاز 6 يوديك اي حته. طب ازاي وفين وامتى؟ باشا، خش يا باشا على الجهاز بس برجلك اليمين.
عشان ما يكونش فيه حريم قاعدين على الشات بغيار ولا حاجه. ما تضربش عليا نار يا ميدو، ما هضربك بالمسدس الليزر. انت اللي بدات الاول يا رمز. انا بنزف، حد يحدف لي الاسعافات الاولانيه. سيبوه، ما حدش يحدف له اسعافات، خليه يموت. انا بموت، ارحمني يا ميدو. طب هديك كل ثروتي بس سيبني اعيش. ثروتك يا معفن، انت حته غير شبشب بصباع. لا سيبني اعيش. لا سيبني اعيش. سيبك. جيم اوفر. لا انا مت بقى، انا لازم اخد بطاري من كل اللي موتوني قبل كده. معلم مدبولي، عايز ايه يا زفت؟ انا محتاج محاوله بعد اذنك لو سمحت. معاك فلوس ياض؟ لا انت اخدت كل فلوسي يا عم، وبعدين انت ما كنتش بتعاملني كده خالص يا عم، كنت بتلاعبني ببلاش. كنت بجر رجلك يا عبيط. ايه جر رجلك؟ ما هي رجلي اهي معايا. ما تقصدش يعني بجيب رجلك. بقول لك يا رمزي، صاحب الكيف يجيب له معلقه. طب بص يا معلم، خد النضاره وخلينا العب شويه. شمس دي؟ لا بس ممكن تنفع نظر. لا ما ينفع. بقول لك ايه، معكش ساعات ولاعات حمالات من بتاعتك دي؟ اي حاجه. طيب بص، انا عندي فكره حلوه قوي، انا هسرق لك ساعه الحائط اللي في بيت دوله ابن عمي. ماشي. بس تسرق الحائط نفسه بدل ما تسرق الساعه اللي عليه. خليك في حالك يا كوتش والنبي، مش طايقه. كوتش؟ ايه ده؟ تعال هنا يا تعال، ده رمزي هنا. ايه ده؟ انت مين انت بقى؟ بص خليك في حالك يا عم، عشان روحي في مناخيري اهو. ما دام روحك في مناخيرك اهو، اعطس عشان تطلع ونخلص اهو يا سيدي. لا ما خدتش بالي. برضو مش عارفني؟ طيب. دولة حبيبي. دولة، انت ايه اللي جابك هنا؟ دولة ايه اللي جابك هنا يا عم؟ هتضيع زي دولة وهتبيع بزارك وهطلق ياسمين بنتك. امشي من هنا. هطلق ياسمين ويتم رانيا يعني ولا ايه؟ انا مش فاهم. رمزي تعالى معايا يلا. انت جاي تخطف الزباين مني ولا ايه؟ وتقطع عشي؟ ما انت حرام عليك يعني، ما يصحش كده، مش معقوله يعني. كم من الناس المدمنين اللي عندك دول كلهم، حتى الاطفال ما سبتهمش، وبتعتمد على براءه الاطفال وعلى غباء الكبار. والله انا ما ضربتش حد على ايده. دوله هات جنيه، دوله هات جنيه. تعالى معايا يا رمزي، هلعبك في البيت عندي، عندنا جلاء. لا انا عايز العب نون بقى، انا عايز اعود ادول. انا مت 4 مرات النهارده يا عم. ما كفايه عليك 4 مرات موت، انت حبيت حكايه الموت كل شويه عايز تموت. يلا يا رمزي تعالى يا ابني تعالى. نجلاء عندها كمبيوتر كبير وجديد ومليان حاجات، تعالى يلا. طيب ماشي. نجلاء عندها فيفا 16/3/2008، ده عيد ميلاد الفيفا يعني. عندها يا سيدي، واخليك تقعد بقى تلعب لوحدك كده اهو، وتقعد تشم جزم اللعيبه كمان. بجد يا دوله؟ بجد. يلا بينا. يلا. اجي معاك يا رمزي. بس يا زفت. يا عادل حرام عليك بقى، يا عادل هتفضل حبسه كده يا اخي؟ اديله جيم واحد بس على الاقل. اديله جيم واحد ليه يعني؟ هيفيده بايه؟ العبه حاجه بسيطه يعني عشان يبطل الادمان بتاعه. ايه رايك مثلا العبه سوليتير؟ ايوه عشان تهديه.